بص، هي كانت مباراة غريبة بصراحة. يعني العشم كان واخد الاثنين مدربين من ناحية بعض، اللي هو كل واحد فيهم مستني التاني يهاجم علشان خاطر يلعبوا بالمرتدات. يعني مثلا جوزيه مورينيو مفترض ان هو شايف ان فرانك لامبرد المباراة اقرب ليه علشان خاطر بيلعب في الستانفورد بريدج، فمفترض ان لامبرد هيكون عنده فكرة ان انا عايز اخد الثلاث نقط اكتر من توتنهام، خصوصا يعني ان انا جايب صفقات كتير ومحتاج ان انا اركب الجدول بدري بدري. والناحية التانية فرانك لامبرد كان شايف ان مورينيو خسر قدامه الماتشين بتاع السنه اللي فاتت، ومفترض ان هو هينزل يحاول ان هو يرجع كرامته المهدوره قدام فرانك لامبرد، وخصوصا يعني انه التلميذ والاستاذ. فلا، ان مورينيو قال له بص، انا لو لعبت لوحدي جوه الملعب عمري ما افكر ان انا اعمل استحواذ ولا العب على المرتدات. كده كده 4 2 3 1 بتاعت جوزيه مورينيو هي بيعتمد على هاري كين لما بينزل صانع العاب، والكره مش مع توتنهام، وبيعتمد على ان الكره تقطع بسرعه ويلعب لهاري كين. ومفترض الفرقه اللي بتلعب توتنهام بتكون في الحاله الهجوميه، فبيكون خطوطها نوعا ما متباعده، فبيحاولوا ان هم يلعبوا على هجمات المرتده ويلعبوا دايما في ظهر الباكات اذا كان سون ولا كان ستيفن بيرجوين. ودي بقى كانت مشكله بالنسبه لفرانك لامبرد. قال له بص، انا جاي اديك الكوره النهارده، ما عنديش اي مانع انك تمسك الكوره في مقابل ان انت ما تلعبليش على المرتدات. انا لا مؤاخذه مش منزل تياجو سيلفا ولا منزل كورت زوما علشان خاطر نلعب خطوط عاليه، لا ما بياكلوش في الكلام ده، الاثنين بطاء وهيتعبوني مع بيرجوين وهيتعبوني مع سون، فانا نازل العب زون ونازل العب دفاع منطقه، ما عنديش اي مشكله على المرتدات، عندي حكيم زياد سريع وعندي تيمو فيرنر سريع وعندي تامي ابراهيم سريع، فمفترض ان انا سايب لك يا عم الكوره. سايب توتنهام الكوره مع جوزيه مورينيو ازاي يا ابني يا حبيبي؟ ده انا اكتر ماتش تعبت فيه مباراه ويست بروميتش البيون وكسبتها في الدقيقه 90 علشان خاطر كانوا سايبين لي الكوره. عندي هاري كين، عندي سون، عندي تانجي نوبلي، عندي هوربرج عامل مباراه كويسه، كان عندي غيابات النهارده زي توبي الدر فيرد اللي بصراحه جو روندون عمل مباراه نوعا ما كويسه جدا، وكالعاده يعني يعمل مباراه حلوه قوي. وسيرجيو رجلون مش محتاج ان انا اتكلم على عظمه سيرجيو رجلون والصفقه دي بصراحه، لان انا ده اكتر واحد شايف انه دايما بيكون واحد من نجوم المباريات بتاع توتنهام. وسون وحته رجلون وسون دي لازم تدي عذر للحكيم زياش نوعا ما ان هو ما كانش متالق النهارده علشان خاطر بيلعب ضد اتنين الجري فيهم وربنا هديهم، مستعدين ان هم طول الوقت يسحقوا لقدام، ومستعدين ان هم طول الوقت يحاولوا ان هم يعملوا هجمات كتيره قوي من ناحيه الشمال. فحته ان حكيم زياش يعمل دور كويس قوي هجوميا قدامهم بتبقى صعبه، لان انت بتبقى خايف من زون وبتبقى خايف من رجلهم، وخصوصا كمان لو انت ما عندكش اي مانع انك تطلع بنقطه قدام توتنهام. ودي المشكله بتحكي مع فرانك لامبرد نوعا ما، اللي هو لما سولتشاير في الشهر اللي فات في ملعب لورد ترافورد كان مقرر ان انا نازل عايز اخد نقطه او عايز ما اخسرش وخلاص، هو برده قرر ان انا والله ما انت عايز نقطه وانا عايز نقطه، واحنا الاثنين بيتكلموا عنها في الاعلام ان كل واحد فينا ممكن يرحل بعد المباراه، بقول لك ايه، نطلع متعادلين ما عندناش اي مشكله. النهارده قدام جوزيه مورينيو كل واحد فينا عنده سيره انتصارات، جوزيه مورينيو ما خسرش غير اول مباراه لي في الدوري قدام ايفرتون، وكمان فرانك لامبرد بقى له 5 6 ماتشات ما بيخسرش، فقال لك بص مش عايز اخسر ولا انت عايز تخسر، وناخد انا وانت نقطه وانا وانت مرضيين، وكمان السيتي مرضيين الحمد لله مرضيه خالص. بس يعني زي تكسب الماتش بتاع فولهام فجاه مره واحده تلاقي ان والله يا معلم بقى 4 نقط بس هم اللي فرق، يعني سيتي لو كسب الماتش الجاي هيبقى 18 وهم هيبقوا 21 في المراكز الثلاثه الاولى، ليفربول وتشيلسي وتوتنهام الثلاثه 21. ده انتوا كده زي الفل، انا كنت فاهم ان سيتي هيكون بعيد تماما، بس ردتونا كمان بالتعادل بتاعكم النهارده، عطلتوا بعض بس الامانه ما حاولتوش ان انتوا ترخموا على بعض. يعني سبحان الله يا اخي، يعني كل الناس شايفه ليه موسم مونت، يعني ليه موسم مونت يلعب في فولهام؟ طب فاهم حاجه ثانيه، موسم مونت بيلعب ايه؟ يعني هتقولي بيلعب اورتيمو فيرنر في تفاهم ما بينهم، طب تمام ما تلعب قاي، يعني قاي مفترض ان هو منتظر ان هو يلعب اورتيمو فيرنر عشان خاطر يحركوا بعض. هتقولي ما اورتيمو فيرنر مش في حالته ومفترض ان هو ياخد راحه عشان بيلعب 11 مباراه ورا بعض، طب تمام ما تريحه. فيها ايه يعني ما تريح تيمو؟ بس لا، مفيش حد ينتقد لامبرد، بيزعل قوي من الكلام ده، يقول لك روح درب انت، يابا عادي هات لي ابراهيموفيتش وانا امضي على عقده، ما عنديش اي مانع اروح ادرب، انا اتنازل واسيبكم هنا في القناه اروح اضرب تشيلسي انا. يا عم ماشي تمام، الراجل كويس، موسم مونت كويس كمان، تقدر تقول على كوفاتيتش كويس، كارتي كويس، بس ليه كوفا ومونت كملوا 90 دقيقه؟ محتاج افهمها برضو، غير ان انت ناوي ان انت تدافع بيهم. هتقول لي ايه اللي بيخليك تتكلم بقلب كده؟ لا مؤاخذه يعني ال 90 دقيقه تشيلسي شايط 3 بس على المرمى اون تارجت، وتوتنهام شوية واحده بس اون تارجت، واللي كانت هتيجي فيهم سبحان الله يا اخي كانت بتاعت تيمو فيرنر. هتقول لي يا عم الراجل عمل تغييرات هجوميه في نهايه المباراه، والراجل كمان بينزل كريستيان بروسيتش اللي لسه راجع من اصابه، وبينزل اوليفي جيرو، وبينزل كاي هافرتز، يا عم انت عايز منه ايه تاني؟
هقول لك هو بعد العيد بيبدلوا كحك يابا. مامورني ان انا الناحيه الثانيه لما حاسس في اخر 10 دقائق ان انا ده انا عايز اكسب يا عم لامبرد مش ناوي يهاجمني في الساعه اللي هي 60 نيله دي، فاطلع انا هاجمه. طب تمام اطلع انت هاجم، انا هنزل لوسينسيو وكالعاده يعني ما عنديش احد على الدكه خالص، ما عنديش غير جوفاني لوسينسيو وما عنديش غير لوكاس مورا، وانزلوا يا جماعه اعملوا اي حاجه جوه الملعب. ما عملوش اي حاجه لان زون ديفنس بتاع تشيلسي قافلين الملعب والملعب ضيق اساسا، ما بالك بقى ان هم الاثنين نازلين يديهم المساحات على بعض في ملعب ضيق، فالدنيا هتكون بالنسبه لهم عامله ازاي؟ طلعت مباراه سيئه، طلعت ان كل واحد فيهم مرضي ومتعشي بالنسبه له بالنقطه، والجمهور الله كريم. بس الصراحه يعني جمهور تشيلسي مش زعلان ولا جمهور توتنهام زعلان، وما عندناش مشكله بقى يتعادلوا مع بعض، بس اهم حاجه ان محدش فيهم قدر يرخم على الثاني ان هو خسروا الثلاث نقط، نقطه واحده في اليد ولا ثلاثه على الشجره. وهارد لك للمنتظرين من حكيم زياش ان هو كان يتألق النهارده، بس لو حطيت اي هاف في العالم دلوقتي قدام ريجيلون وقدام سون هيكون عنده مشكله كبيره قوي ان هو يعمل جيم هجومي عليهم كويس، لان الاثنين دول هجوميا مخيفين، فوانت بتتقدم قدامهم لازم تتقدم بحذر. علشان كده حكيم زياش نوعا ما ما كانش خطير النهارده. مش هخسر حاجه لو عملت لايك، وهتخسر حاجه لو عملت سبسكرايب. المباراه مش فيها حاجات كتير بصراحه، المباراه ممله قوي والخساره كان في 4 دقايق دول عادي يا معلم.